بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا راح أكون جدا 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 محترم وراح أتكلم بكل أدب وبكل أخلاق في هذه الحلقة عشان لا أحد يقول حاقد لا أحد يقول حاسد، ولكن راح أخاطب ضمير كل إنسان شريف وكل إنسان غير شريف. كل إنسان شريف يحب المسلمين ويحب مصر، وكل إنسان حتى لو كان نصاب حرامي كذاب لوتي منافق مخادع عميل أيضا راح أخاطبه وراح أسألكم وبكل أدب واحترام. جيش مصر، إحنا حينما نقول مصر هذه الدولة العظيمة، الدولة الزعيمة، الدولة اللي إحنا كمسلمين يعني حاطين عليها الآمال الكبيرة، معقولة جيش مصر، جيش مصر وصل به المواصيل انه يفتح محل يبيع كبدة؟ انت 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 يا شريف، الاشراف على اليمين وال 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 والمنافقين والمخادعين على اليسار، انا خاطبكم الاثنين وخاطب ضمائركم. معقولة جيش، يعني ما بقول جيش مصر، يعني اخواني الكرام لو قلنا والله جيش نمل، جيش النمل ما يرضى انه يبيع كفته ولا يبيع كبده. يعني اخواني الكرام يعني معقوله وصل الحال بجيش مصر هذا اللي يقولون عنه العسكر والجيش العظيم وخير اجناد الارض يبيع كفته وكبده؟ يبيع كبده ومسميه كبده الاختيار، خلونا من الاسم الحين مو مشكله، السالفه في النهايه فيها كبده، سواء سميتوه كبدة الاختيار على المسلسل، يقولون مسمينا على مسلسل الاختيار سميتوه كبدة الاختيار، كبدة ان شاء الله كبدة ايش. معقولة يعني احنا اخواني الكرام، يعني والله انا قاعد اتكلم معاكم عن حب، اتكلم عن حب لمصر وعن حب لأهل مصر. يا اخي انتم مسلمين، انتم دولة عظيمة، دولة كبرى، دولة يعني لا حول ولا قوة الا بالله. والله اخواني الكرام ما اعرف ايش اعلق، تبوني اعلق انا؟ مرة طالعين لي بالكفتة، مرة طالعين لي معقولة عساكر مصر في الشارع اللي يبيع طماط واللي يبيع خيار واللي يبيع جزر واللي يبيع، وصل الحال بالجندي المصري انه يبيع خضروات، وصل الحال بالجندي المصري انه يبيع سمك، ويطلع لك واحد لواء ركن حرب جمبري، مسؤول خط الجمبري، مسؤول خط الكابوريا، عيب والله عيب، والله عيب. أرجوكم لا يجيني واحد يقول أنت قطري وأنت حاقد وأنت حاسد. يا أخي أنا قاعد أكلمكم بالمنطق، أنا لم أشاهد أي جيش في العالم جندي فيه جندي يحمل، أنتوا تعرفون شو معنى جندي؟ يعني لابس شعار الدولة، جندي يحمل شعار الدولة، جندي المفروض دوره يحمي الدولة، المفروض يدافع عن الدولة، حاط بسطة يبيع طماط ويبيع خيار ويبيع سمك ويبيع جمبري ويبيع كابوريا، وآخر شيء يبيع كبدة، سندويشات كبدة. يعني وتزعلون علي لما أقول لكم إن الضباط الأحرار، خلينا نقول أحرار عشان اليوم نقوله والله نتكلم اليوم باحترام ما نبي الغلط، الضباط الأحرار من 52 تزعلون علي لما أقول لهم، لما أقول لكم إن هذول جاوا بهدف تدمير مصر؟ لا، وأنت لا، تعال نشوف النتائج، إحنا نشوف النتائج، أنا أكلمك الآن بالنتائج، أكلمك بالأرقام، ما أكلمك إني أنا حاقد، أنا أكلمك إني أنا إنسان مسلم، لأن أنا لو سافرت برا اللي بيشوفني بيقول لي والله أنت المسلمين قمت تبيعون كبدة؟ واحد يقول لك والله سيخ كفته ذاك اللي عبد العاطي ما ادري مين، واحد يجيني انا لما اروح بريطانيا ولا امريكا، ولا حتى لو قلنا فرضا لا قدر الله انا كنت يعني في دوله من الدول وجاني واحد من الصهاينه ولا واحد من الاسرائيليين اللي يشوفني انا يوميا قاعد اصارخ يقول لي روح شوف جيش المصري، بيقول لي انا ترى، لان احنا كلنا محسوبين على بعض مثل ما قال الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه، سايكس بيكو هاي الأمور إحنا ما نعترف فيها،
ما يؤلم مصر يؤلمني، ما يؤلم المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، الشام، دول الخليج، اندونيسيا، ماليزيا، ما يؤلم المسلمين في أنحاء العالم يؤلمني. وفي وجهي، في وجهي، تعرف معنا في وجهي؟ نعم، هذا الناس اللي عندهم نخوة وشرف وكرامة ويفهمون الأصل والفصل ويفهمون المنطق، لما العرب يقول لك في وجهي، يعني إيش في وجهي؟ يعني أنت قطعة مني، ما 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 يؤلمك يؤلمني، وما ها ما يعني والعياذ بالله حد يفشلك أو حد يضايقك أو حد يستهزئ فيك فهو يستهزئ فيني. فلما يجي واحد يقول الجيش المصري يبيع كبدة، فهذا كأنه في شيلي في وجهي أنا، كأن أنا الإنسان الهزل. لما يجيني واحد يقول لي والله الجيش المصري يبيع كبدة، هزلت والله هزلت. أنا أريد تعليق الأشراف وتعليق الدجالين، العميل، الأحذية، أحذية الحزب الكوهيني، ذباب إلكتروني، بغض النظر يا أخي، يعني أرجوكم لمدة خمس دقائق، لمدة يتعلق شوف إذا أنا كلامي غلط ولا لا. أنا الآن لا غلط لا سبيت لهاي، أنا قاعد أسأل سؤال. معقولة جيش عسكري يقول لك إن فيه تقريبا مليون جندي ولا بالملايين ولا 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 أصبح يبيع خضروات، خيار، طماط، يبيع أسماك، وآخر شيء يفتح محل يبيع كفتة وكبدة، يبيع كبدة. المصانع الحربية، المصانع الحربية اللي يملكها الجيش المصري تصنع الغسالات والسخانات والأفران والبوتاجاز. أنا ما أبي أطول، ما أبي أطول، أنا أعتقد أن المؤامرة اللي 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 اللي, اللي, اللي قاعد تحدث ضد مصر منذ 1952، ما بقول لكم والله عبد الناصر، ولا بقول لكم السيسي، ولا بقول لكم مبارك، ولا بقول لكم السادات، ما راح أقول لكم حاجة، ما راح أقول لكم شيء، لكن لغة الأرقام من 52 إلى الآن، أنا أبي واحد يفتح يعني السجلات، يفتح السجلات ويشوف الأرقام ويقول إذا أنا كلامي صح ولا لا. هل هذول جاءوا لتدمير مصر ولا جاءوا لإعمار مصر؟ وبلغة الأرقام والنتائج. وأنا أعتقد يعني ما في يعني صراحة إذلال للجيش المصري أكثر من أنه يفتح محل يبيع كبدة. أتمنى الرسالة تكون الله يعيني على إيدوكوهين، إيدوكوهين هاي اللي يومين أنا أمسح فيه الأرض ليسوي لا حول ولا قوة إلا بالله. عن برتمانيا مش حقيب نتيجة معاكم والله.